يقول لك كره في وسط الميدان عند مصطفى بورغون، مصطفى بورغون تيمرر كره طويله الحسن الفت، تيحصر كره بالصدر، تيمرر كره اللاعب الزئبقي يا دنيا باطمه، صراحه وسط غابه من الارجل تمر من نفق ضيق. تلاحظوا هناك في دكه الاحتياط اللاعبه لبنى ابي دار اللي باقي دار عليه العياء من المباراه الاخيره، ترجعوا للمقابله، ارتقاء للاعبه دنيا بوطازوز واصابه على مستوى الوجه، تتمنوا لها الشفاء العاجل باش ترجع لمعسكر الاسود. صراحه تلاحظوا هناك من هناك انه الحاج فلان، الحاج فلان صراحه هذا اللاعب اللي تم انتدابه من فريق مازيمبيل كونغولي. كره عند الظهير الايمن امينيكس، كره هذا ضيضيه مباراه هيتشكوكيه. تلاحظوا هناك من هجمة خطيرة خطيرة وتدخل للاعبة تسونامي، صراحة جميع الكرات لا تمر جدار بشري. من هناك عاوتاني الكرة عند من؟ لاحظوا شكون اللي خدا الكرة؟ خدا الكرة الحاج عبد المغيث، تيمرر الكرة على طريقة شد العود شد العودة، كرة جميلة لإيهاب، إيهاب كيتوغل داخل مربع العمليات، إيهاب 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 فرحتينا يا خويا، صراحة ماشي خويا ولكن غوت أخويا أمير، غوت أخويا ما قدرتش نغوت، غوت أخويا أمير. يا سار غادي وكيغوت، ما عرفتش فين غنوصلوا بهذا المنتخب الوطني اللي غادي مطلوبة. كيف ما كتعرفوا كاين فرق ما بين المودعين ديالنا ومودعين الناس، دابا كتجي الشرق الاوسط كتبع عصام الشوالي مرون الدنيا. اذا بعد الثورة الثلوثية والمصرية والليبية، اليوم الثورة الكلاسيكية على الملاعب الاسبانية بحضور جماهير استثنائية، عندما اقول ما يستقل الابداع، عندما اقول رونالدو اقول الاستمتاع، عندما اقول بودربيل اقول الاسترجاع، حنا كيسترجعونا فهمت؟ كتشي المسار كذلك. احمد ميسيكاوي يلعبوا الوالقوم حلو على اليوم بيحاول يعدوا احمد حسام ميدو، رجع ميسيكاوي ثاني، ميسيكاوي يلعب الحشاوي، حشاوي يلعب الطنطاوي، الطنطاوي هوبا يقول خاوي ياه يا ودي لعيب. كتشي اسبانيا كذلك. انا برمتي راس رمانا ترابخ راك انت ربنت راك انت راسك انت البالون بول بول. الجين ديالنا حنا شنو كتسمع؟ لاعبين الكابون كيتناوبوا على جواد الزايري. كان شاهد اللاعب جوعه كيتوغل داخل مربع العمليات اطفاء رميه، ولكن الارضيه غير صالحه بتاتا لازراء مقابله في كره القدم. شكرا.